وكان كلهم مستقاد الهات الشريفة بالأحاديث الواضحة واللجج القاطعة وعما عددهم وثلاثة عشر وأربعة عشر أو خمسة عشر وثلاثة مئة أو ثلاث مئة وثلاثة وستون الأقوال وأما مناقب فكثيرة والنور والنوب والنور ذو نبذة من درجة أن ينزل الله سبحانه وتعالى علينا من بركات يصب علينا ينابينا فيهم فمنها ما روى بعضهم من أخرج يريد الحج إلى بيت الله الحرام فكتب أسماء أهل بدر رضي الله تعالى عنهم في غطاس وجعله في أسقفة الباب وجاء ذي اللصوص إلى بيتي ليأخذوا ما فيه فلما صعدوا لصدي سمعوا حديثا وقعقعة السلاح فرجعوا وأتوا الليلة الثالثة والثالثة والثانية والثالثة فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانقفوا حتى جاء الرجل من الحج فجاء رئيس اللصوص قالوا سألتك بالله تعالى أن تخبرني ما صنعته في بيتك من التحفظات قال ما صنعت في بيتي شيئا غير أني كتبت قوله تعالى ولا يعوذه ويحفظهما وهو العلي العظيم وكتبت أسماء أهل بدر رضي الله تعالى عنهم فهذا ما جعلت في داري فقال للسكفاني ذلك والحمد لله رب العالمين رضي الله عن شهيد بدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن شهيد بدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن شهيد بدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله بلا ربيع ساداتنا الكبرى من شهداء أرض بدر عند رملي سرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جند فضل وإحسان ومكرمتي هم شيد ملة مختار من مظهرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شموس دين الهدى بدور ملتنا يا حبذا القوم حقا ما لهم نذرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم شجاع القلب في حرب ومعركة شهود حتف على الكفار والأمراء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دانت لديهم رقاب الكفر والطرب لصولة منهم الأبطال والبصرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
وصل حنين وسع بدرا وصل أحدا أنواع تغذيبه والحتف كيف جرى مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الرجال بلا هم الجبال بلا فالدهر في همتي بل سادة كبرى مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم أكرم بهم فتية تمت فضائله وعم آلاؤه للخلق دون مراء مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم فنسأل الله خلق الأنام به والسيد المصطفى أن يقضي الوطرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم وأن ينجي من كل البلاء ومن آفات في الدين والدنيا ومن سقرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم ثم الصلاة على طه النبي وآل والصحابة ما بدر السماء سرى مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم وذكر بعضهم أنه كان لي ولد من أحب الخلق إلي وكان ذا عفة وديانة فقتله ابن الوزير ظلما وعدوانا فطلبت ثغره فلم يأخذه لي أحد فجعلت أسأل الله تعالى بآخر بدر رضي الله تعالى عنهم صباحا ومساء أستجير بهم في أخذ الثغر حتى صاق صدري وأيست من أخذ الثغر فبينما أنا نائم ليلة من الليالي إذ رأيت في النوم رجالا في أية سنية بحالة مرضية وقائلا يقول هلموا يا أهل بدر رضي الله تعالى عنهم فتقدموا كلهم فقلت في نفسي سبحان الله هؤلاء أهل بدر رضي الله تعالى عنهم فوالله لا تتبعنهم فجعلت أسير خلفهم إلى أن وصلوا إلى مكان مرتفع وجلس كل واحد منهم على كرسي من نور ورأيت أقواما يدخلون عليهم ويشكون إليهم أحبالهم فقلت في نفسي ما لي لا أشكو من قتل ولدي فتقدمت إليهم وأخبرتهم بقصتي فقال واحد منهم لا حول ولا قوة
قوة إلا بالله العلي العظيم ثم التفت إلي من كان إلى من كان معه وقال أيكم يأتيني بخصم هذا فذهب واحد منهم لم يكن غيره هنيئة إذا به قد أقبل والغريم معه فقال له أنت الذي قتلت ابن آدم الرجل قال نعم قال وما حملك على ذلك قال ظلما وعدوانا فقال له اجلس على الأرض فجلس ثم أعطاني خنجرا خنجرا فقال هذا غريمك فقتله كما قتل ولدك فأخذته وذبحته ثم انتبهت من نومي فلما أصبح الصباح سمعت صيحة عظيمة أن ابن الوزير قد أصبح مذبوحا على فراشه ولم يعلم قاتله نفعنا الله سبحانه وتعالى بهم في الدارين وبسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين رضي الله عنك لبدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عنك لبدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل بدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله يا من به حل الردى ومن بهم من نقدى والناديا مستنجدا يا أهل بدر شهداء يا من به كرب وغم وجل خطب مدله بلاج أو وقطأ يا أهل بدر شهداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا من به مر البلاء وضاق قلب فجلا قل مسرعا مغرب ليا أهل بدر الشهداء يا هؤلاء الخلفاء يا كاملون الشرفاء يا صحبة طه المصطفى يا أهل بدر الشهداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قلتم بصحبات الرسول وغزو بدر كل سل وكل فخر لا يزول يا أهل بدر شهداء فزتم بنعم والجنان حقا وخيرات حسان فمسها إنس وجان يا أهل بدر شهداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قلتم بصحبة الرسول وغزو بدر كل سلوى كل فخر لا يزول يا أهل بدر الشهداء سيماكم في وجهكم من طاعة لربكم سبحان من أنشأكم يا أهل بدر الشهداء على الجمال والبهاء بكم على عين السها والمدح فيكم قد زكا يا أهل بدر الشهداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله. اختصكم رب العباد بكل خير والرشاد والفضل في يوم التناديا أهل بدر الشهداء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أنتم لنا حصن حسين من شر إبليس اللاعن وكل بلوى وسيل. يا أهل بدر الشهداء بجاهكم كم فرادي وكم فتوحة تجي لكرب وحرج. يا أهل بدر الشهداء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا ربنا آتي المنى وزن البلايا والعنى وفرحنا بالهنى بأهل بدر الشهداء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا ربنا صريفا كل الردايا والمحن وارفع ظلمات الزمن بأهل بدر الشهداء. جئنا حقا راضي وقد أتينا طالب. لا تطردنا خائب بأهل بدر الشهداء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وأنت رب أعلام وأنت بر أكرام فارحم لنا يا أرحم بأهل بدر الشهداء. صلى إلهي سرمدا على الرسول أحمد والآل هم نجم الهدى وأهل بدر الشهداء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وحكي عن زيد بن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال: انقطعت طريق بأرض الغرب في بعض السنين من سباع ضارية ولصوص عادية، فما يخطو أحد من هذه الطريق إلا هلك ولو كان في عدد كثير. فبينما نحن جلوس في بعض الأيام إذ أقبل رجل منها ومعه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده، وهو يحرك شفتيه كالذي يتلو بعض أسماء. فتلقيناه وقلنا إن لهذا الرجل لشأنا عظيما، ونظرنا خلفه فلم نر غير عبده. فقال له والدي: سبحان الله، كيف سلمت بتجارة عظيمة وأنت وحدك وهذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباع؟ فقال: إني دخلت هذه الطريق بجيش دخل به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقي به أعداءه ونصره الله تعالى به. فقال له والدي: أي جيش أدركت من الصحابة؟ قال: أدركت أهل بدر رضي الله تعالى عنهم، وأدخلتهم معي في هذه الطريق المخوفة، فما كنت أخاف للصم ولا سبوع. فقال له والدي: سألتك بالله سبحانه وتعالى أن تكشف لي عن قصتك. فقال له: يعلم رحمك الله تعالى أني كنت
كبير قوم لصوص نقطع الطريق ولا تمر بنا قافلة إلا نهبناها ولا تجارة إلا أخذناها فبينما نحن جلوس في ليلة من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرونا أن فلانا التاجر خرج بتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا فلما سمعنا ذلك حملنا عليهم فقتلنا من أصحابه 10 رجال ثم أقبل علينا التاجر فقال يا هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون فقلنا نريد أن نأخذ هذه التجارة فانج بمن بقي معك من أصحابك قال وكيف تقدرون علي ومعي أهل بدر رضي الله تعالى عنهم فقلنا نحن لا نعرف أهل بدر رضي الله تعالى عنهم فقال الله أكبر ثم أخذ يتلو في أسماء لا نعرفها فأخذ نغرب عند تلاوتها وانهزمنا وخرجت علينا ريحا شديدة وسمعنا دقدقة وقعقعة السلاح واشتباك الرماح وقائلا يقول استقبلوا أهل بدر رضي الله تعالى عنهم بصبر جميل فنظرت رجالا أي رجال كالعقبان على خيول تسبق الريح فأحاطوا بنا فلما عاينت ذلك بادرت إلى صاحب التجارة فقلت أنا بالله تعالى وبك فقال تب إلى الله عز وجل من هذه الفعال فتبت على يديه وقد قتل من أصحابي بعدة من قتل من أصحابي ثم إني لما أردت الانصراف عنه سألته أن يعلمني أسماء أهل بدر رضي الله تعالى عنهم فعلمنيها فمنذ عرفتها لما احتج إلى خفارة أحد من الخلق لا في البر ولا في البحر وبها جئت من هذه الطريق كما رأيتني فكل من رآني من لص أو سبع حاد عن طريقي فلله الحمد رضي الله عنه لبدري رضي الله رضي الله رضي الله الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن نهيد بدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن نهيد بدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله نصحت رب العرش حقا تكسر في موضيع أسماء بدر تذكر يا ربي صل على النبي محمد انزل خلائق من جهنم في غادي بركاتهم وعطاؤهم وسماحته تترى بمحتهم تضيء وتظهر يا ربي صل على النبي محمد انزل خلائق من جهنم في غادي أسماؤهم قد في الورى والسلامات من كل داهية ومما يقدر يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في غادي كم من خوارق عدد وعجائب من عندي ذكره لتجيء وتستر يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائق
من جهنم في غادي فلهم كمالات العلا وكرامات ومناقيب تالله لا لا تحصر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي يا ذاكري أسمائه وسنائه فزتم بخيرات ونعم تغزور يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي يا حاضرون توسلوا وتشفعوا بعلائهم في كل شيء تلفروا يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي يا رب يا رحماننا نتوسل بالمصطفى وبجاهه نستنصر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي أوزعني نشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أنت رب أكبر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي وابذل وزد علما ووفقنا على عمل ولا تشغل بغيرك تهجر يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غادي ودفع جميع مضرة ومنمتي وأن الجميع مقاصي في يستحضر يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غادي صلى الإله على النبي وآله ما دار من ريح وبدر يظهر يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي قال الشيخ ابن عجل الاسقلاني رحمه الله تعالى إنه أكثر من أملي في بلاد المشركين فطلب الروم في فدائه مالا كثيرا ولم يتق غطاء فأرسلنا إليه أسماء أهل بدر رضي الله تعالى أنهم في قرطاس وأوصيناه بفضلها والتوصل بهم فأطلقه الله تبارك وتعالى من غير فداء فلما قدم علينا سألناه عن ذلك قال لما وصلت إلي تلك الورقة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني واستشاموني فصاروا يتبايعونني وكان كل من استراني تصيب مصيبة فنقصت في الثمن يتبعوني بسبعة ذنانير فما مضى على من استراني بذلك إلا ثلاثة أيام حتى أصيب بأعظم مصيبة فأخذ يعذبني بأنواع الأذاب ويقول لي أنت ساهر وأنا لا أبيعك بل
أتقرب بقتلك للصليب. فما لبث إلا قليلا حتى رمته دابته فهشمت وجهه فمات من هيني. فأخذ ابنه يؤذبني بأنواع الأذاب واستغرق بني بين الناس فقالوا له أخرج هذا الأسير من بلدتنا فأبى إلا قدري. فما مضى إلا ثلاثة أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاعت وكان فيها ابنه مال كثير. فلما بلغ ذلك الخبر للروم يأتوا الملك واخبره بجميع ما كان من شأن. وقالوا له متى مكث هذا المسرف في أرضنا هلكنا ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. فأرسل إلي الملك وأطلقني وأعطاني 100 دينار وجهزني إلى بلادي. فهذا سبب خلاصي من الأسر خلصنا الله سبحانه وتعالى به من أسر الذنوب والخطايا. رضي الله عن نجيد بدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن نجيد بدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل بدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله. نسيم تحية المولى العلي على أصحاب طه أبطاحي مرادية مرادي يا مرادي مرادي أهل بدرية مرادي خصوصا أهل بدر من كرام خيار من ذوي الفضل جلي مرادي 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 أهل بدرية مرادي هم الأبرار أعلام هداة نفوسهم فدوها للنبي مرادي مرادي يا مرادي مرادي أهل بدرية مرادي. فسبحان الإله وقد براه وأولاه ذر المجد سمي مرادي 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 أهل بدرية مرادي حووا عزا وفضلا ذا الكمال بصحبة خاتم الرسل باهي مرادي مرادي يا مرادي مرادي أهل بدرية مرادي غزوت الله غزوات وعلوا ببدر كلمة الله العلي مرادي مرادي يا مرادي مرادي أهل بدرية مرادي صراط شهداء أهل بيد علاة أهل إكرام حفي مرادي 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 أهل بدرية مرادي. فكم فرج يجيء إذا توسل بهم والفتح في حال سيره مرادي 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 أهل بدرية مرادي. بهم درج الإله لكشف ذود ونيل مطالب القلب شجي مرادي 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 مرادي
اهل بدر يا مرادي صلاة الله اذا قامت تفوح على طاغ النبي الهاشمي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي اهل بدر يا مرادي وآدم وصحابتي ما تواصل بأهل البدر ذو خوف علي مرادي 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 أهل بدر مرادي بسم الله الرحمن الرحيم وروي عن بعض المغاربة قال خرجت مسافرا في سفينة كبيرة وكان فيها خلق كثير فهاج من البحر واشتدت الريح وعظمت الأمواج حتى أشرفنا على الورق فكنا بين داع وباك ومتضرع فقالني بعض أصحابي إن في السفينة رجلا مجذوبا فهل لك أن تذهب إليه فذهبت إليه فإذا هو نائم فقلت في نفسي إلى هذا أرسلوني لو كان لهذا المسكين عقل ما نام ونحن في هذه الحالة ثم وكسته برجلي فأفاق ثم يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فقلت له يا عبد الله أما ما ترى ما نحن فيه فسكت ولم يجبني فكلمته مرة ثانية فقال هاك هذا القرطاس فاجعله في مقدم السفينة وأشر به إلى الرياح من حيث تأتي فأخذته وجعلته كما قال فكشف الله سبحانه وتعالى عن بصري فإذا رجال أخذوا بأطراف السفينة وجروها إلى البر وركزوها في الرمل وقد تكسرت في هذه الليلة سفن كثيرة غير هذه فلما كان من الغد جاءتنا ريح طيبة فأخرجنا السفينة من الرمل وسرنا والذي كان مكتوبا في القرطاس أسماء أهل بدر رضي الله تعالى عنهم فسرنا نتلو أسماءهم حتى وصلنا سالمين فهذه الكرامات الغريبة والمناقب العجيبة اقتبسوها واستمدوها من نور من أعظم الأنبياء من هو أعظم الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم قدرا وأكبرهم همة وفخرا لولاه ما خلق الله تعالى خلقا ولا فلق صبحا ولا فجرا رضي الله عن أهل بدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل بدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله رضي الله عن أهل بدر رضي الله رضي الله رضي الله عن الشهداء رضي الله رضي الله Allah 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 As-subahu bada min tal'atihi
صراطه الله Let me be.
يا سيدنا يا رسول الله يا سيدنا يا حبيب الله جالي قربي يا عافي العقب قاضي العربي بسماحته عن الذكر سام القدر يوم الحشر بشفاعته يا سيدنا يا رسول الله يا سيدنا يا حبيب الله شافي العدد باحي الزدد منجي الرسل بشهادته جل الفخر حل النسر فل الكفر بشجاعته الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله والفضل لنا لتكرمنا وتعظمنا بجلالته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته وعليه صلاة الله بنا آل وعلى بدريته الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ഒരുപാട് ആളുകൾ